أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو بعنوان المفعول به، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم: أولا أن نستنتج تعريف المفعول به، ثانيا أن نستقرأ علامات إعراب المفعول به. فهيا بنا لنبدأ. ولنبدأ أصدقائي بتعريف المفعول به. ففي هذه الصورة نرى أن ولدا يشرب الحليب، فنقول يشرب الولد الحليب. هذه الجملة هي جملة فعلية لأنها ابتدأت بفعل وهو يشرب. والولد كما قلنا في درس سابق، إذا سألنا من الذي شرب الحليب فيكون الجواب الولد فيكون الفاعل. ولكن إذا سألنا ماذا شرب الولد أو فعل الشرب على ماذا وقع، فيكون الجواب على الحليب، أو شرب الولد الحليب، فماذا شرب الولد؟ الحليب. فإذا فعل الشرب قد وقع على الحليب، والفاعل هو الذي قام بالشرب وقام بفعل الشرب فشرب الحليب. فنعرف المفعول به بأنه اسم يقع عليه فعل الفاعل، فالفعل هو الشرب، والولد هو الفاعل، والمفعول به هو الحليب. والآن أصدقائي سننتقل إلى علامة إعراب المفعول به. طبعا أصدقائي المفعول به دائما يكون منصوبا، ولكن ينصب في عدة حالات وعلى عدة أمور. فحالة النصب الأولى تكون على الفتحة، ولكن ينصب على الفتحة إذا كان المفعول به مفردا، وينصب على الألف إذا كان المفعول به من الأسماء الخمسة، وينصب على الياء إذا كان المفعول به مثنى أو جمع مذكر سالم، وأخيرا ينصب على الكسرة إذا كان المفعول به جمع مؤنث سالم. وسنتعرف على كل حالة على حدة. وسنبدأ أصدقائي بنصب المفعول به بالفتحة. فنرى هذا الرجل أنه ركب القطار، فنقول ركب الرجل القطار. طبعا إذا سألنا ماذا ركب الرجل فنقول القطار. هنا القطار هي كلمة مفردة، وإذا لاحظنا أن الحركة التي وجدت على حرف الراء هي الفتحة، فإذا ينصب المفعول به بالفتحة إذا كان مفردا. والآن أصدقائي سنتحدث عن نصب المفعول به بالألف. فهنا نرى في هذه الجملة رأيت أبا عادل يحصد القمح. فهنا طبعا هذه الجملة جملة فعلية لأنها ابتدأت بفعل، وهنا أبا هي من الأسماء الخمسة، ولكن إذا كانت هذه الأسماء الخمسة في محل مفعول به فإنها تنصب بالألف، فنقول ينصب المفعول به بالألف إذا كان من الأسماء الخمسة، أي أننا نضع الألف علامة نصب للمفعول به إذا كان من الأسماء الخمسة. والآن أصدقائي سننتقل إلى نصب المفعول به بالياء. فهنا نرى عاملي نظافة، فنقول كرمت الجمعية عاملي النظافة. فهنا عاملي كانا مثنى، وطبعا في حالة النصب فإن نصب المثنى يكون بالياء. وهنا شجع الجمهور الممثلين الصغار، فالممثلين كانت جمع مذكر سالم، وفي حال نصب الجمع المذكر السالم يكون بالياء. طبعا عاملي وجمع المذكر السالم كانتا مفعولا به، فهنا
ينصب المفعول به بالألف إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. أما بالنسبة لنصب المفعول به بالكسرة، فهنا أصدقائي نرى جملة أحترم المعلمات، فهنا المعلمات هي جمع مؤنث سالم وجاءت مفعولا به، فهنا إذا لاحظنا على حرف التاء نضع كسرة، مع أن هذه الكلمة هي منصوبة، ولكن ينصب المفعول به بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. أخيرا أصدقائي سنتذكر ماذا تعلمنا في هذا اليوم. فبداية عرفنا المفعول به، فقلنا أنه اسم يقع عليه فعل الفاعل، وقلنا بأن علامة المفعول به هي النصب، حيث أنه ينصب بالفتحة إذا كان مفردا، وبالياء إن كان جمع مذكر سالم أو مثنى، وبالكسرة إن كان جمع مؤنث سالم، وبالألف إن كان من الأسماء الخمسة. وبهذا أصدقائي يكون انتهى درسنا لهذا اليوم، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار لا تترددوا بالتواصل معي، وهناك ورقة عمل قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس رجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.